السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وشكرا بزاف على لي كومونتير الزوينه وعلى الاراء وعلى البارطاج على كل شيء اللي خليتو ليا في الفيديو اللي فات ديال القفاطين. فرحانه بزاف لحقاش عجبكم، لهلا خطيكم عليا، وشكرا لكم لحقاش كتقولوا لي ذوقي زوين. شكرا شكرا بزاف، كتزيدوا تشجعوني لي لايك ديالكم والله البنات الا كيشجعوني. كنعرف بان الفيديو عجبكم، بان الحاجه عجبتكم، وكتزيدوا تحفزوني. دونك بالنسبه للناس اللي عجبهم داك القفطان واحد الدبانه، الناس بعدا الحراره قويه، كي داير الاجواء عندكم؟ عرفتي حنا الموت 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 الموت، الكحله في خنيفره زعما، الله يرحمنا وصافي. واخا هكاك انا من الناس، من عشاق الصيف، كنحمق على الصيف، ولكن شويه حراره زايده، ولكن كما كان الحال صافي حسن من الشتا بالنسبه لي انا. المهم البنات، بالنسبه للقفطان انا درت بياسه وحده ليا، ولكن شريت التواب منه باش اني عرفت بان زعما غادي يبغوهم الناس وغادي يعجبهم. اللي بغاهم مرحبا على راسي وعينيا، وتقدروا ديروهم هكا تحتاني بالكميمات، تقدروا ديروا اي حاجه. انا درت واحد الركبه، من الركبه لتحت درت غير ثليجه. اللي بغى راه غندير ليه الكريب كله، وطبعا كاين في اللوينات كاملين. فيديو ديال اليوم ديال جليبات ديال 300 درهم اللي مطلوبين بزاف بزاف. هاد جليبات يعني شي حاجه اللي في المتناول، تقدري تلبسيها كل نهار، تقدري تسخري بها، تقضي بها شغالاتك. الجلابه المغربيه ديالنا لا يعلى عليها الحمد لله. ولكن بالنسبه للفيديو اللي ما قبل الاخير ديال جليبات ديال العقيق، هادوك كنخدموهم يعني شي حاجه شويه فيها الاتقان، يعني كي نقولوا الابتكار ديالي، شي حاجه اللي كنصاوبها خصيصا للعيل الكبير. يعني كاين فرق، كيكون فرق لا في الجوده لا في الخدمه لا في كلشي. المهم هادوك تقريبا بين 650 حتى 800 درهم، انما هادو كاملين في هذا الفيديو هذا باش ما يبقاش يقول لي الاثمنه من الاثمنه. 300 درهم حتى في الفيديو الاخر كيكون الثمن، غير كنقول لكم مره الاخر الفيديو ما كتكونوش كملتوا الفيديو. المهم ندوزوا الاول جلابه هي بهذا الفيغو هذا اللي كنت درتها في الزرق ودرتها في الكرونه. صراحه كان على واحد الاقبال بزاف. هي جايه من القبيب هكا فيها الطريزه، ومن نقرب لكم جايه فيها هاد الطريف هنايا، حتى هو فيها الطريزه كما كتشوفوا، وجايه في صاله جيب ليا كما باين لكم. والثوب راه رطب 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 البنات، راه ماشي مزموت داك الثوب اللي كتحسي به سخون ولا مخدومه بهاد الضفيره الرقيقه بالعقيدات في البلوغوا. والطرز كما كتشوفوا داخل فيه داك الغوز، داخل فيه داك البيستاش الخفيف، لوينات فنين وخفيفه وروميه وكتيفات طايحين. وطبعا فيها لي طاي كاملين. الا عجبتكم الجلابه صيفطوا لي غير سكرين في الرقم ديال الواتساب اللي غادي نخلي لكم هنا، وندوزو للموديل الثاني. خليكم معايا، عاودت اني نصور لكم اللوينات كاملين اللي كاينين. هذه كاينه في غوز ومخدومه بالبلوغوا، دفيره هكا مستوق بهاد الطريزه هنايا، طريزه في الكميمات، ومن هنا والتوب كريب وصاله جليه افتحات في الجناب. هانتوما الا عجبتكم سكرينيو وصيفطوا لي في الواتساب، وندوزو دابا للون الاخر. خليكم معايا. وبالنسبه لهذا اللون اللي صافي وليت حافظني، انا من عشاق هذا اللون، هو الكحل كنحماق عليهم. هذا الموديل نفس الموديل، حاولت اني نصور لكم كاع اللوينات، وراه فيه الزرق والكرونه اللي كنت درت لكم في الفيديو اللي فات. جاي هو بطريزه هكايا في القبيل، وطريزه في الكميمات، كتجي جليلي بارويميه فنه، وطبعا في صاله بلديه مخزنيه على حقها وطريقها البنات. والثوب راه اللي نقدر نقول لكم هو انه مبيض، راه ماشي داك الثوب اللي مزموت ولا سخون ولا بالعكس. غنحاول اني نجاوب شي اسئله اللي جاوني في الفيديو اللي فات ديال القاعه البنات. عرفتي متصورش شحال ديال لي ميساج، شحال ديال لي كومونتير، وحتى في انستغرام لان كنت كنحطها كاستوريات. دخلوا عندي البنات الانستغرام تمايا، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، اي كليكيو عليه ودوزوا عندي تما. كنهضروا كثر باوديوات وهذا. كيقولوا لي فين جات ديك القاعه، تنجاوب في لي كومونتير وتنجاوبهم، تنقول لهم في القاعه. واحد الاخت قالت لي واش ما عرفتش ديك الهضره اللي قالت لي، والله ما بقيت عاقله عليها ديال زعما، واش غير اللي شاف شي حاجه ولا اللي دار شي حاجه كيبغي يحتقر عليها، مالكم مسمومين حتى لهاد الدرجه، ما قادرينش انكم توريو حتى فين هاد التب. نتي سولك غير فين جات هاد القاعه وتتكذبي علينا، وهادي غير قولي لنا فين جات هاد القاعه. اختي راه هذيك ماشي قاعه، هذيك دار مالي راه ماشي داري اختي، راه والله ما داري. الله رزقني شي دار بحالها، هذيك راه ماشي داري، وماشي يعني دار العائله، الدار ديال الخال راجلي، هذيك ما عندي انا بها حتى شي علاقه. الله يزيدهم والله يكمل عليهم بالخير. وفعلا دار ما شاء الله، فيلا، هي فيلا كتحمق وماشي قاعه. راه جاوبت في الكومونتير حتى عييت، ولكن راه ملي ولا دخلت عندي وحده وكتعاير كتقول انا سولتك على العرس وتنسولك تنقول لك فين هذيك القاعه، ما بغيتيش تجاوبيني وكتدوخ عليا تقول لي دار. راه دار هذيك، راه فيلا ديال ماليها، واش فهمتي؟ راه هنا كاين الفرق. بالنسبه راه جاوبت على كل شيء، حقاش الناس كيكون عندهم مناسبات وكيسولوا. الفيلا قلنا هذيك راه دار ديال مواليها، فيلتهم ساكنين فيها، ماشي قاعه وما كتكرا وما عندها حتى شي علاقه بالكرا.
وهما نيت راه عندهم قاعه في القاعه ديالهم هي تيتريز سيروا تما راه كيكريو ديك القاعه كيديروا فيها الاعراس وهذا كاين في الصيف راه كيديروا حتى في لابيسين هذيك قاعه اما الفيلا ديالهم راه هي اللي داروا فيها المناسبه بالنسبه للدي جي رائع دي جي واعر 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 هو طارق ميريكس راني خليت الرقم ديالو في الصندوق في الفيديو اللي فات وحتى في صندوق الوصف اللي عنده شي مناسبه شي حنه شي عرس شي داكشي يا سلام عرفتي كاين الشط يسحب لك راه كاين يعني جيبه مغنيين ديال بصح بالنسبه للتريتور انا قلت لكم عندي به علاقه ما هضرت معاه ما تواصلت معاه ما حتى شي حاجه ولكن سولتهم وشفت حتى لي كارطو هذا ديال المتوكل داكشي عنده زوين في المستوى بسطيره زوينه اللحم زوين يعني داكشي زوين شنو اخر عاوتاني بالنسبه للناس اللي قالوا لي شي خاص دخل واحد الفئه تيقول لك الله ينعس على السلعه وهذه جايبه لنا شي خاص اختي اولا في الفيديو كتبه شي خاص في العنوان في التصويره تصويره ديال الشيخات ودايره السبوع وسبوع خنيف راه يشلح والتصويره ديال الشيخات مبندين هكا علاش دخلت تفرجينا ما عجبنيش علاش انا ماشي كنفتي نقول حرام ولا حلال ولا ولكن الفيديو فيه اللي بغى شي حاجه تيدخل ليها انا ماشي ما عنديش جروب ديال الشيخات ولا كنسيرهم ولا كنخدمهم ولا حتى شي حاجه انا كنت معروضه للعرس بحالي بحال الناس توحشنا العرسات توحشنا المناسبات الله يهدينا ويعفو علينا ونحيدو عنا كاع الحوايج اللي خايبين وانما راه كاين واحد الناس اللي كيمشيو يتفرجوا الشيخات وكاين كاع شيخات احسن من عيالات برجالاتهم كاع واش فهمتوني يعني ما بقاش نحكموا على الناس كل واحد الله يكون في العون كل واحد وشنو ظروفه وحنايا هنا في خنيفره تعودنا ان كاينين شيخات في العراسات ماشي ضروري انهم راهم خارجين الطريق ولا براسهم انا ماشي شغلي فيهم انما هذه النقطه هذه على ذوك الناس يدخلوا في الفيديو تيعايروا واش فهمتوني الناس والناس اللي قالوا لي الشيخ الشطح ديالهم ما زوينش معني انا ماشي شغلي فيهم الناس راه كانوا كيديروا شي لوحات رائعه غير هو شنو كان كيوقع ملي كانوا كيزندوها كما كنقولوا تينوضوا تيحيحوا تنوض العائله كامله لان كانوا كيديروا شي طروحه خطيرين كتنوض العائله كامله ما يمكنليش انا نصورهم ونصور معاهم العائله ما خلاوهمش يعني كينوضوا معاهم زائد ان الا لاحظتوا ان اللقطات كاملين فاش كنت كنصور كانوا كيبانوا لكم الناس قال بحال راه ما كاين حتى شي واحد يعني خليت حتى ما بقاوش الناس ومشاو عاد صورت هكا شي لقطات وما لقيت كندير كانوا شي ناس جالسين هكا في الجناب ما يمكنليش انا نوض نقول لهم حكا نوضوا حيدوا من تما باش نصور داكشي علاش صور داك اللقطات اللي كانوا عاديين وحاولت اني نضبط الناس اللي كانوا هادي باينه قوسين وصافي المهم ندوز دابا الجلابه ديالي ما عقلتش كاع واش كتوريتها لكم ولا لا المهم هي هادي جايه بحال هكا غير هادشي باينه قوسين كنجاوب على ليكم موديل لان بقيت كنجاوب تاعي باش ما تجيش تقول ما جاوبتينيش ولا هادشي اللي كاين المهم هذا هو الموديل وكيف قلت لكم راه كاينه في الالوان حطات الكاميرا كاينه في الالوان كاينه في الزرق وكاينه في الكرونه ابار هاد الالوان اللي وريتكم يلا ندوز دابا الموديل وهاد الموديل البنات في البلوغوا جاي هكا الكميمات ديالو كما كتشوفوا فيه لي طاي كاملين جاي بهاد الطريزات هكا باش واخا كتكون جلابه سامبل كنديروا لها هكا شي زويقات في الكميم الطريزات والثوب هكا خفيف هانتوما هادي اللي لابس انا تقريبا ال المهم كاين ال كاين الاكس ال كاين دوبل اكس ال وكاين يمكن حتى ال والثوب اللون ديالها كيحمق في البلوغوا والثوب خفيف هنا غير بالعقيدات وطراسم وهنا مطروزه كما كتشوفوا هانتوما لعجبتكم شي جلابه صيفطوا لي غير سكرين الواتساب اللي غنخلي لكم هنا ما تعطل الا تعطلت عليكم هكا في الرد صبروا عندنا لحقاش كيكون شويه الضغط في الواتساب ايوا ندوزو دابا جلابه اخرى خليكم معايا وشوفوا لي الكحل يا البنات كيكون زعما الكحل هماوي وكيجي مع الزعريه المهم نفس الموديل جاي هكا بالطريزات بهذا اللون هذا شنو كنقولوا ليه الفيغ كناري ولا شي حاجه بحال هكا المهم راه كما كيبان لكم في الفيديو كما انا راه اليوتيوب ما كيتصورش بالفلترات باش تكونوا عارفين اي فيديو في يوتيوب كتشوفوه 16 على 90 راه هذاك ما بلا فلتر بلا حتى شي حاجه وكزيدا كنصور غير بالكاميرا ديال السيلفي نتوما هذا حتى هو في لي طاي كاملين والثوب خفيف رطيطب على مزيناتو واحد الدبانه من الصباح ويا الظهر ما لقاش من تخرج حق 16 راه ممكن المهم هادشي اللي كاين غنصور لكم الموديل اللي كان بحالو في الفيديو اللي فات اللي قلت لكم في داك اللون والله الا كيتلف ليا انا المهم نصوره لكم وشوفوه المهم غير هضروني تشككت بدل الحيد هاد اللون يمكن كنقول لكم غايات هانتوما حتى هو بنفس الموديل ديك الطريزه نقرب لكم باش تشوفوا هانتوما صراحه لون بهج بامتياز وفيها حتى هي كاع لي طاي اللي بغات حاجه صيفط لنا غير سكرين ومرحبا بكم كاملين رقم الواتساب لان كاين اللي كيشوفونا ما كيردش البال 06 28 222 475 زال واحد اللون في الماغون داك الموديل اللي كنت درت لكم في الفيديو اللي فات في الموف مازال عندي في الماغون زوين
كي حمق هو اللي خرج لي بزاف بزاف بزاف، غنصور لكم ونرجع. وهذه هي ختام عميس كتحمق الجلبه فنه مهدنه مكالميه وفيها هاد الطريزه هكايا في الكميمات كما كتشوفوا راقيه بزاف. هذه فيها الطريزه من هنا نسوما فنه 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 فنه. هذه البنات راه عندي في الموف مفتوح وفي ما قلت اللون اللي بقات ليا فيها. المهم انا غنشوف نرد لكم. هانتوما جايه في صاله جبليه كتحمق زوينه بزاف 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 وتبها فن مبرد واحد الدرجه ما تصورش. ما عرفتش كتسمعوني ولا لا، الصوت اليوم عندي باتري فابل. المهم حتى لهنا وغادي يسال الفيديو ديالنا ان شاء الله. الا عجبتكم شي حاجه صيفطوا لي غير سكرين كما تنقول لكم ديما في الواتساب. ومرحبا بكم، راه كنديروا التوصيل لجميع المدن وكنديروا التوصيل حتى لاوروبا. هي ما عندناش هنا دي اش ال في خنيفره، ولكن انا كنصيفط بار امانه زعما باش كتبقى الحاجه في الحفظ والصون. هادشي اللي كاين البنات، تهلاو في راسكم، ما تنساونيش من لايك ولي كومونتير زوينه ديالكم. باي باي.